بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن يدور الفلك دورته ويتم البدر رحلته، ونعيش سويا هلال شهر رمضان الذي يأتي على الدنيا فيملأ القلوب سعادة وفرحة بهذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الرحمات، شهر المغفرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا مع استقبال هذا الشهر الكريم بقلوب تملأها الفرحة، هيا معا إلى خير الكلم، إلى هذه التلاوة المباركة في ليلة رمضانية على موقع وزارة الأوقاف. هيا معا نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته مع القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، من المظاهر التي يتميز بها هذا الشهر الكريم هي صفة التسامح بين البشر، صفة التسامح بين الصغير والكبير والغني والفقير. هذه الصفة التي نراها جميعا يكتسي بها المكان ويتحلى بها الزمان في هذا الشهر الكريم. هيا معا مع هذه الصفة، صفة التسامح، مع الشيخ محمد ملكة. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك وهذا الموسم العظيم الذي خصه الله بالتشريف والتكريم، فأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام وسن فيه القيام، وحتى تتضاعف الحسنات وترفع الدرجات وتجزل الهبات، لا بد على كل المسلمين، على كل واحد منهم، أن يتحلى عموما وفي هذا الشهر خصوصا بخلق كريم من مكارم الأخلاق، ألا وهو خلق التسامح الذي يعد ذروة السجايا الحميدة وشعاع الخير الذي ينير القلوب فتعفو وتصفح وتسامح. وهذا ما علمنا إياه القرآن، أن نصفح الصفح الجميل، فإن الله تبارك وتعالى قد خاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه ولا تأنيب. وكان من عاداتنا وأخلاقنا وأعرافنا الجميلة في مصرنا الغالية أنه إذا جاء رمضان فإنه لا مكان للخصومة أو للشحناء أو للبغضاء، وعمل كل من المتخاصمين على إزالة أسباب الخصام، وتزاور الناس وتواصلوا فيما بينهم، وأدركوا بل وأيقنوا أنه لا مجال للشقاق أو للخصام في هذا الشهر المبارك الكريم، ويعدون ذلك من لوازم قبول الأعمال في هذا الشهر ألا يكون هناك خصام أو شقاق بين الناس. فرمضان فرصة عظيمة لكل المتخاصمين أن يعملوا على إزالة أسباب الخلاف والشقاق والنزاع فيما بينهم، ويزرعوا بدلا منها المودة والمحبة والعفو والتسامح. والتسامح من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي آذاه قومه وأخرجوه وعذبوه، ومع ذلك قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والتسامح خلق يجعل صاحبه عزيزا في الدنيا والآخرة، ففي الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والتسامح دليل على قوة الشخصية، فإن ضعيف الشخصية لا يمكن أن يتسامح، لأن التسامح يحتاج إلى قوة أكبر من قوة الانتقام. لذلك كان التسامح هو خلق العظماء. والتسامح دليل على صفاء النفس وطهارة القلب، مما يجعل المتسامح من أفضل الناس. ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن عمر قال: قيل لرسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟
قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فالإنسان المتسامح هو إنسان مخموم القلب، لأنه طهر نفسه ونقى قلبه من كل غل أو بغضاء أو حسد. والتسامح ثمراته كثيرة، أهمها أنه يجعل القلوب تميل إلى بعضها، ويبدل هذه العداوة إلى صداقة ومحبة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يجعلنا من المتسامحين العافين عن الناس، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. هيا معا إلى دوحة الدعاء مع المبتهل الشيخ محمد الصعيدي. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الحليم، وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ بلادنا يا رب. رمضان شهر الصوم أكرم زائر، والخير ينشر للعالمين، ونزل القرآن. رمضان شهر الصوم.
رمضان شهر الصوم أكرم زائر والخير سبحان